السلام عليكم حجي. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الحمد لله. خير ان شاء الله. الله يسلمك. يتقبل اعمالك. الله يخليك. ويحفظك. فدوى العمر. ويرزقك. فدوى القلبك حبيبي. الله يسلمك ويحفظك يمه. تش وقت اخر مرة زرت الامام الحسين عليه السلام؟ قبل شهرين ثلاث اشهر. كل يعني كل انا قلت ثلاث اشهر اربع اشهر لان ما عندي مجال. تمام، اخر مرة زرت ايش وقت؟ هاي سنة راحت. قصدك هاي الزيارة اللي راحت؟ اي زيارة راحت. قبل شهرين. قبل الشهر. سلام الله. تعتبرها هذه فترة طويلة لو قصيرة؟ كلش طويلة. عادة أنت كلش قد تزور؟ كل أسبوع. الخميس. الخميس هذا اللي راح. عادة أنت هيك مواظب على الزيارة؟ كل أسبوع من أزور سيد الشهداء سلام الله عليه. أنوي الأسبوع القادم أنا أزوره في حرم الحسين سلام الله عليه. أنوي الأسبوع الجاي لا سامح الله صار قدر أو شيء انحرمنا مثلا من الأسبوع القادم نزور، فتنكتب لنا زيارة وهذا اليوم. والله بهذاك الأسبوع آخر مرة، لأنه بعاشوراء يصير ازدحام. نعم. فقلنا نروح على قدر إمكانياتنا بهاي الأيام. شنو السبب تروحين زيارة الإمام الحسين؟ محبين الأئمة، لأنه إحنا عايشين بجالهم. هذا الهباء وكل كل ما هذا الهباء وكل هذا المرض، وإحنا ما ناسين ذكره، لأنه هم ماتوا شهداء على مود الإسلام. طيب شو يعني لك عاشوراء؟ والله سر عظيم، يعني هواي 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 شغلات يعني طلبنا من الإمام الحسين وحققها لنا الحمد لله وشكر. وأدنى بالنسبة للعاشوراء أدنى يعني الانتصار. يعني هو أنا هذا سؤالي التالي بدي أسألك، شنو الانتصار رغم الحزن البي، بس هو انتصار أدنى. لما توصل للإمام الحسين عليه السلام، شنو الحوار اللي يدور بينك وبين الحسين؟ أول ما أطب الضريح سيد الشهداء أسلم عليه، أقرأ لي أبيات السيدة زينب سلام الله عليها. سلام الله عليها. أنت شاعر؟ أنا رادود حسين. رادود ما شاء الله. أي يكون يعني يكون جوهرة مثل جوهر الحسين، يعني أخلاقه وآدابه، يا ريت ولا كان حالنا أحسن من الأول. مناسبة يعني حرب أخلاقية، مبادئ، آداب. يعني الإمام الحسين روعة بصفاته، فكان يحارب واقع فاسد، يحارب ناس يعني مجتمع خربان، دي يريد يصلحهم يعدلهم ما صارت، بس ظلوا انه من بعده تندموا عليه، وفعلا كلهم تعذبوا وتأذوا وتعاقبوا واللي خالفوا. وهو ظل درس لكل الأجيال اللي اجت. ظل عبرة أي مستمرة. أي هاي هسه لا زالت الناس تروح تزوره، وإن شاء الله يقتدون بأخلاقه وآدابه. شنو أحس عندك هم تريدين تحكي حجية؟ أنا هم عندي شهداء أربعة، هم عندي أربعة شهداء. أربع أبناء عندك شهداء؟ شهداء ثلاثة ماتوا وأبوهم من أمارهم مات، أربعة ويا أبوهم أربعة، والحمد لله والشكر آمنة ومساطرة واقفة عليهم ومعطيني القوة أهل البيت والإمام سلام الله عليه الحسين والعباس وسلام الله عليهم. أنا بكر بجاله. تقولين أنا ما أخذ قوة من أهل البيت، يعني لما تستذكرين مصابهم يهون عليك؟ يهون مصيبتي. فقد الأربعة طبعا تهونهم مصيبتي، لأنهم ماتوا على مودنا. فكرتش عن الإمام الحسين عليه السلام للأطفال المحيطين بيش بالبيت؟ أكيد نحكي له على أخلاق الإمام، إمام حسين عليه السلام، الشعائر مالته، الثورة مالته بخصوص الأخلاقيات. الإمام حسين عبارة عن أخلاقيات هواي لازم نعلمها. عشقتي حسين أبو اليمة ورضعت أحزانة وهمومة، واللي يلومني بعشقة غابت عنا معلومة. هو العشق بقانون حتى العاشق تلومه، ألطم ليش ما ألطم وما ممسلب هدومه وما ممسلب هدومه. الله يوفقك إن شاء الله وعاشت هذه الحنجرة المباركة.